مساء الخير، اهلا وسهلا بحضرتك. اكثر من جريمه انتشرت مؤخرا في مجتمعنا وكان قاسم مشترك بينها تعاطي المخدرات، وان لما بنقول كلمه مخدرات ما بقاش الحشيش بتاع زمان. فين زمن التحشيش الجميل اللي كان تحشيش خام؟ ده دلوقتي بيتكلموا في حاجات انا اول مره اسمها الشابو، يعني او الشابو. الشابو ده مثلا بيوصف بانه مخدر نازي، وليه اسم تاني اسمه الايس، واسم تالت اسمه الكريستال. ايه نوع المخدرات دي او يعني الكوارث دي يا دكتور عمرو، وايه اسباب انتشارها بين الشباب؟ يعني خليني اشكر حضرتك على اهتمامك المستمر بالقضيه، لكن انا بس بتحفظ على زمن الحشيش الجميل. لا اقصد ان انت فاهم قصدي، يعني انا اقصد فكره. فاهم قصدك، بس انا حابب بس اوضح ان طبعا كل المخدرات فيها مضار، طبعا وليها مضار وخيمه للغايه، لكن بالتاكيد احنا يعني العالم كله يعني دلوقتي بيتعرض لهجمه شرسه جدا من المخدرات التخلقيه، لا سيما مخدر الشابو. يمكن بعد الكورونا يا استاذ محمد حصل ان يعني ابتدى ينتشر مخدرات غير متداوله، خصوصا وقت الاغلاق الكامل واغلاق المواني، وان حركه التجاره الطبيعيه للمخدرات الغير شرعيه ابتدت تقفل بسبب اغلاق المواني، فابتدى يتجه تجار المخدرات ليه؟ المخدرات التخليقية وتصنيع مخدرات تحت بير السلم زي ما بيقول. هي انتشرت في العالم كله، لكن هي خطورتها الأساسية إن هي بتمس الأمن الاجتماعي بشكل مباشر. بمعنى إيه؟ يعني مخدر الشابو الحقيقة يمكن هو مخدر منشط بيزود الأجريشن أو بيزود العدوانية بشكل كبير جدا، بيخلي الشخص يعني يرتكب يجيب له هلاوس، بيعمل هلاوس طبعا سمعيه وبيعمل هلاوس بصريه، بيخلي الشخص يرتكب الجريمه بدم بارد، وبيبقى في عنده تفاخر فيها بشكل كبير. يعني ده مخلق كيميائيا، يعني مركب كيميائي. طبعا احنا العالم كله دلوقتي احنا في عندنا يعني مئات المواد الكيميائيه اللي كل شويه بتطلع وبتستخدم في تصنيع المخدرات التخلقيه بشكل كبير. وانا يمكن الحقيقه احنا كان عندنا اكثر من مؤتمر دولي في الفتره الاخيره، العالم كله بيعاني من الفتره الحاليه من ارتباط المخدرات بالجرائم وزيادتها بشكل كبير، وفي نفس الوقت الحقيقه المعاناه الاساسيه من المخدرات التخليقيه وانها بتضرب العالم كله بدون اي تمييز الحقيقه. طيب في المقابل اخبار الناس اللي بتتصل بيكوا عشان تتعالج اخبارها ايه؟ هل لا تزال الخدمة قائمة؟ هل لا تزال الحفاظ على السرية؟ هل لا يزال العلاج مجاني؟ بالتأكيد احنا عندنا العلاج مجاني وفي سرية كاملة. احنا يعني تقريبا بيتردد علينا ما يقرب من 140 ألف مريض إدمان سنويا بيستفادوا من خدمات العلاج. 140 مش ده رقم قليل شوية؟ 140 ألف مريض. ألف نعم. 140 ألف مريض إدمان سنويا على مستوى العيادات الداخلية والحجز الخارجي استفادوا من الخدمة. احنا يعني كنا قبل كده اللي بيتردد علينا يعني لو هنقيس ب 10 سنين فاتوا لما كان بيجي لنا 10,000 مريض ادمان كنا بنقول يا ده عدد كبير جدا، النهارده بيصل عدد المترددين لاكثر من 140 الف مريض. لكن انا شايف ان دي حاجه ايجابيه، ان بقى في تفاعل قوي جدا مع وفي رغبه ان الناس عايزه تخرج من هذا الوباء اللعين. بالظبط كده، في طبعا جزء رغبه وفي زياده دافعيه بشكل كبير. انا مبسوط كمان ان في الفتره الحاليه موظفين عدد كبير منهم جدا بيتقدم للعلاج، خصوصا مع يعني تطبيقنا القانون فصل الموظف المتعاطي. انتوا بقيتوا تروحوا المصالح الحكوميه؟ طبعا احنا عندنا من 16 ديسمبر الماضي احنا في خلال العامين الماضيين احنا كشفنا على ما يقرب من نصف مليون موظف، وطبعا تطبيق قانون فصل الموظف ابتدى بدايه من هذا العام، والحقيقه ان النسبه تراجعت بشكل كبير. احنا كنا قبل كده نسبه التعاطي 8%، دلوقتي نسبه التعاطي حوالي 1% في الجهاز الاداري للدوله. طب ال 1% ده لما ظبطتوه اتفصل؟ النهارده طبعا اي موظف بيتم ضبطه ويباشر عمله تحت تاثير المواد المخدره بيتعرض للفصل
بشكل مباشر، خصوصا ان احنا ادينا فرصه 6 شهور للتقدم للعلاج. من 16/6 ل 16/12 صح. وما زالت الفرصه قائمه، ان النهارده اي واحد يتقدم للعلاج طوعيه اهلا وسهلا بيه، ولن يقع تحت طائله القانون، ولكن اذا تم ضبطه وهو يباشر عمله تحت تاثير المواد المخدره احنا مش مستحملين حوادث ثانيه. لازم الحقيقه يعني يبقى سياستنا هي سياسه الحسم بشكل قوي. طب دكتور عمرو عثمان، انصحني كولي امر ازاي اتابع ولادي وابدا الاحظ ان هم ابتدوا يتعاطوا مثل هذه المواد السامه المخدره؟ يعني خلينا اقول لحضرتك تغير السلوكيات احنا لازم نعرفها كويس جدا. اذا سلوك ابني اتغير ما بقاش السلوك الطبيعي اللي انا متعود عليه. بالظبط كده، العزله، العصبيه، المراوغه، الكذب، تدهور التحصيل الدراسي او تدهور يعني القدره على العمل، تغير الاصدقاء بشكل كبير، تغير الانماط السلوكيه في مواعيد النوم، الاكل والتجميع مع الاسره وما الى ذلك، هي دي علامات سلوكيه بالنسبه لنا بتشكل كده زي منبه ان احنا ناخد بالنا بشكل كبير. واهم حاجه، اهم حاجه قبل العلامات ديت احنا محتاجين مزيد من التواصل مع الابناء. انا عايز اقول لحضرتك ان تقريبا 58% من المدمنين اللي بيجوا لنا قدموا للعلاج عايشين مع الاب والام. والاب والام الحقيقه ده بالنسبه لنا من 58% مع الوالدين، ده بيقول لنا الاكلاشيهات اللي احنا كنا فاكرينها ان اصل الاب مسافر، اصل حالات الانفصال هي السبب في تعاطي المخدرات، لا، هي حالات الانفصال رغم ان الاسره موجوده ولكن هو انفصال نفسي وانفصال عن دور الاسره عن مباشره مهامها الاساسيه تجاه ابنائها وتجاه بناتها هي السبب الاساسي في مشكله المخدرات. خلينا اشكرك شكرا جزيلا دكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحه الادمان والتعاطي.